من الواضح أننا شهدنا قبل الهدنة انتهاكات خطيرة رأيناها من خلال العدد الكبير من القتلى والجرحى من المدنيين الذين تحدثت عنهم سابقا. لقد تم إجبار 80% من سكان غزة على ترك منازلهم واللجوء إلى مراكز إيواء، والآن بات معظم سكان قطاع غزة في منطقة أصغر من أي وقت مضى، في حين أننا جميعا نعلم أن لا مكان آمن في غزة. في الوقت نفسه تعرض ما يقارب 45% من جميع المنازل في غزة للضرر الكبير أو للتدمير. من الطبيعي أن يجلب استخدام هذه الكمية من السلاح المتفجر في المناطق المأهولة بالسكان حجما هائلا من الموت والدمار، مع ما يخلف ذلك من تأثيرات على المدنيين. لكن في المقابل علينا أن نتذكر أن الهجمات الصاروخية على المراكز السكنية في إسرائيل استمرت من قبل حماس وجماعات أخرى، إلى جانب مزاعم استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة، وهذا يتعارض أيضا مع التزامات القانون الإنساني الدولي. يكسوها الدمار وتبدو مقطعة الأوصال، هكذا حول القصف الإسرائيلي العنيف هذه المنطقة من قطاع غزة. أعداد لا تحصى من منازل المدنيين سوتها الغارات بالأرض، سلبت منها الحياة وأزهقت أرواح الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء. هنا لا يجد محمد النجار بدا من استخدام هذه الوسيلة البدائية للتنقل من حي خزاعة إلى خان يونس. المسافة التي كانت تستغرق دقائق معدودة بات قطعها يتطلب 3 إلى 4 ساعات بسبب وعورة الطريق وضيقه نتيجة تراكم الأنقاض. للأسف الشديد دورنا مدمرات ومقصفات، والوضع يعني للأسف الشديد الحياة المعيشية صعبة، والحمد لله يعني نقول الحمد لله والشكر لله. احنا بنتمنى من ربنا ان ترجع الأمور كما كانت، وإن شاء الله ما يصيرش مشاكل وما يصيرش حرب. وفيما تفاقم أزمة شح الوقود من معاناة التنقل وسط هذا الدمار الهائل، تتعطل بسببه أيضا عملية إزالة الأنقاض المتراكمة في مختلف أنحاء القطاع المحاصر. الحمد لله لا خلوا شجر ولا خلوا حجر، الحمد لله صبرين. بالنسبة للمواصلات من خزاعة على خان يونس عشان ننزح على المدارس، احنا بنتغلب يعني بنطلع كرات، وللأسف الشديد يعني ما بنقعد بال3 ساعات وال4 ساعات لما نوصل خان يونس. ووفق إحصاءات السلطات في قطاع غزة، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 46,000 وحدة سكنية، إضافة إلى 234,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، ما يمثل حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالقصف والغارات الإسرائيلية. للمزيد ينضم لنا من العاصمة الأمريكية واشنطن السيد ديفيد تافوريا الدبلوماسي الأمريكي السابق، معنا من القدس عبر الهاتف السيد كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الضفة الغربية. أبدأ معك أولا سيد كاظم أبو خلف، أهلا بك في هذه التغطية التحليلية. وسؤالي اليوم، ما الذي كيف تصف وضع الشمال؟ هل بدأت المساعدات تدخل إليه؟ وما نوع هذه المساعدات؟ مساء الخير. نعم، يعني في الشمال أخيرا بعد أن دخلت الهدنة حيز التنفيذ، تمكنت فرق من مؤسسات عاملة في المجال الإنساني، مؤسسات مختلفة، تمكنت من الدخول إلى مناطق لم يكن ممكنا الوصول إليها قبل أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ. وأنا أتحدث طبعا عن مدينة غزة إلى الشمال منها، شمال قطاع غزة. وبدأنا يعني إدخال المساعدات التي كما ذكرتم في تقريركم تحتوي على مياه الشرب، لأنها كانت منقطعة تقريبا تماما منذ 50 يوم تقريبا عن شمال قطاع غزة. بسكويت عالي الطاقة، خيام، بطانيات، بعض الأدوية كذلك، ولكن حتى الآن لا يدخل إلى شمال قطاع غزة الوقود. وهذه مسألة غاية في الأهمية، لأنه يضاهي الحقيقة في أهميته أهمية ماء الشرب وأهمية الدواء، وهذه مسألة تحتاج إلى علاج سريع وتحتاج إلى حل إذا أردنا أن نتجنب الكارثة في شمال قطاع غزة. هل بقيت أي مستشفى في الشمال عاملة سيد كاظم؟
على ما أعلم الحقيقة خرجت الواحدة تلو الأخرى، ولم يتبقى إلا مستشفى واحد أو اثنين يعمل، يعني يعملان بشكل جزئي مجتزئ جدا، غير قادر يعني لا ولا واحد من المستشفيات قادر على أن يجري الجراحات المستعصية. ثم طالعتنا بعض التقارير الإخبارية بأن قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء أعيد بجهود طبعا محليه، ولكن المستشفيات يعني هي ابعد من ان تكون عن يعني ان تكون ركن اساسي في نظام صحي متكامل. للحقيقه النظام الصحي في غزه منهار، وهذا ينذر بكوارث يعني لن نستطيع التعامل معها، حتى انه اذا لا قدر الله اتجهنا نحو الكارثه فاذا يعني سيكون اعداد من يسقط من المدنيين اكبر مما سقط في القصف. سيد كاظم، أثناء الهدنة لم نرى الكثير من يغادرون الشمال باتجاه الجنوب، بل رأينا العكس من الجنوب يتجهون إلى الشمال. كيف تعلقون على هذه الحالة؟ يعني الناس في كرب شديد في أثناء القصف طبعا، يعني الكل يبحث عن المأمن. لدينا في مرافقنا في وكالة النص سكان قطاع غزة موجودون في مرافقنا في 156 مرفق، لدينا 1,115,000 إنسان. بطبيعة الحال كل إنسان بعد أن يعني دخلت الهدنة حيز التنفيذ وتسنت الفرصة ليعود على الأقل ليجلب من بيته أو يطمئن على بيته، إذا كان قصف هدم لم يهدم لا يزال قائما، إذا كان ممكن أن يجلب من بيته بأي شيء، ملابس، أغطية، بطانيات، لأن الناس خرجت سريعا من بيوتها بحثا عن الأمن ونزحت إلى الجنوب. هم يعني أناس خسروا كل شيء، فبالتالي هم يحتاجوا إلى كل شيء، فمن الطبيعي أن يكون هناك حركة أو محاولات للوصول إلى شمال قطاع غزة لأسباب مختلفة. طيب سؤالي هنا أيضا عن، ذكرت لديكم في مراكزكم مراكز الإيواء 1,115,000، أسأل هذه المعونات تصل، أي معونات تدخل تصل إلى مراكز الإيواء؟ من يوصل مساعدات لباقي أهالي غزة؟ الحقيقة المساعدات يعني نحن نوزعها في داخل مراكز الإيواء وفي خارج مراكز الإيواء. لدينا يعني فرق، لدينا 13,000 موظف نحن في وكالة الغوث. يعني وكالة الغوث الدولية معروف أنها أكبر المؤسسات الأممية العاملة في المجال الإنساني الخدماتي. المسألة ليست في عدد الموظفين إن كان قل أو كثر، المسألة أن المساعدات التي تدخل هي نفسها غير كافية يا أستاذي. لو عدنا إلى السابق من السابع من الشهر الماضي، عذرا سيد كاظم أنا لا أسأل هل المساعدات تكفي أم لا، أسأل من يعين الآخرين، من يعين من هم ليسوا في مراكز الإيواء، كيف تصف حالتهم؟ وكالة الغوث بالمناسبة تقدم المساعدات للاجئين وغير اللاجئين، يعني نقدم مساعدات لمن هو في داخل، لكن ما لديكم لا يكفي اللاجئين بحد ذاته. المساعدات نعم تفضل. لكن ما لديكم لا يكفي حاجة اللاجئين بذاتهم، لذلك أنا أسأل من يعوض، كيف هو الحال خارج مراكز الإيواء؟ لا، الوضع صعب. نحن نوزع في داخل مراكز الإيواء ونوزع في خارج مراكز الإيواء على بعض المخابز. لدينا شركاء في العمل الإنساني، مثلا برنامج الغذاء العالمي يوزع على المخابز التي لا تزال تعمل، نوزع الطحين على عائلات خارج مراكز الإيواء، نوزع الدقيق على عائلات داخل مراكز الإيواء، نوزع وقود على محطات التحلية حتى يتمكن الناس من شرب مياه يعني من الحصول على بعض مياه الشرب. يعني هكذا تجري الأمور، ولكن بطيئة، ولا حتى نلبي 30% من الاحتياجات أبدا، لم نصل إلى سقف 30%. طيب هناك مساعدات أيضا أمريكية من المفترض أنها وصلت، هل لديكم معلومات عن المساعدات الأمريكية تحديدا؟ الحقيقة لا، ليس لدي معلومات. بعد نعم أعلم أن هناك مساعدات أمريكية قد تكون وصلت، يعني كما ذكر تقريركم هي تصل إلى معبر رفح ثم تتعرض للتفتيش ثم تنقل إلى الداخل، نستلمها ونوزعها في مخازننا ونبدأ بأن نعطيها إلى أصحابها. يعني ليست كل المساعدات التي ترد إلى الأنروة، أحيانا يكون هناك مساعدات لبرنامج الغذاء العالمي، أحيانا يكون هناك مساعدات للصليب الأحمر وهكذا، وإنما طبعا كل يعني جهة تأخذ حصتها ونبدأ. يعني أحيانا تشكل قافلة تتجه شمالا ثم تتعرض هذه الشاحنات إلى التفتيش مرة أخرى في منتصف قطاع غزة عند وادي غزة مرة أخرى ثم بعد ذلك تدخل. وهذا أحد أسباب يعني البطء في وصول المساعدات التي كثرت الحاجة إليها. سيد كاظم، أسأل هذا السؤال، يطرح هنا في الولايات المتحدة كثيرا تحديدا في دوائر السياسة الأمريكية، هناك تحذيرات وهناك تدقيق أمريكي على كل معونات تدخل، والحديث دائما يتم حول نقطة واحدة،
كيف يمكن ضمان لا تصل هذه المعونات والمساعدات لأيدي حماس؟ إلى أي مدى على الأرض هناك فعلا مخاوف من أن تصل أو لا تصل؟ يعني هذا سؤال يوجه إلى من سجل أنه يوصل مساعدات إلى حماس الحقيقة، والأمر معروف يعني لديها من العمل، من خبرة العمل 7 عقود يعني متوالية وأكثر من ذلك، يعني مؤسسة معروفة بنزاهتها. أحيانا تتهمنا حماس بالتآمر على اللاجئين، وأحيانا يتهمنا الجانب الإسرائيلي بأنه مناهجنا تدعو للسامية، وهذا الحقيقة ما يؤكد أنه نحن نقف في المكان السليم. هي تهم تبطئ الواحدة منها الأخرى في نهاية المطاف. على كل الأحوال الحاجة يعني ملحة جدا، ولا حتى المدنيون سيسمحون بأن يصل ولا قطرة وقود واحدة على باعتقادي أنا يعني إلى حماس، لأن الحاجة في قطاع غزة حاجة كبيرة جدا جدا تفوق التصور. شكرا سيد كاظم أبو خلف، كنت معنا وأنتم الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك. نكمل الحديث مع ضيفي الدبلوماسي الأمريكي السيد ديفيد تافوري من العاصمة واشنطن. أهلا بك معنا سيد تافوري، يعني أردت لك أن تستمع لوجهة النظر الموجودة في الضفة الغربية، وإن كانت الضفة لكنها تمثل أونروا العاملة داخل غزة وأيضا الضفة. سؤالي، إلى أي مدى اليوم هناك ضغط باتجاه ضغط أمريكي باتجاه أن يتم الوقف لإطلاق النار، ليس فقط التهدئة، لإدخال المساعدات والبدء بإعمار أو على الأقل رفع الأنقاض وإخراج الجثث التي تحتها في غزة؟ نعم، أولا أريد أن أعرب عن إعجابي لضيفك وكل من يعمل معه في وكالة الغوث لتوفير المساعدات في أيام الأزمة، وكما قال هم شجعان يقدمون المساعدات الإنسانية حتى في شمال غزة رغم الصعوبات. وهو تكلم عن مدينة غزة وقال إنها مدينة أشباح، ومن بقي هناك يحتاج إلى هذه المساعدات، وأتمنى إدخال المزيد من الشاحنات إلى غزة.